السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. مقطع اليوم بيكون عبارة عن الجزء الثاني وانا جلس ابث، اتوقع اني قربت من 2100. قبل كان هدفنا 2000، الحين 2100. اتمنى مقطع يعجبكم، اتمنى نوصل 10000 لايك، وشكرا لكم على 250000. اتوقع ان دخلناها، لان ترى ما ادري متى بينزل المقطع، بس اتمنى ان نجيب 250000. فشكرا لكم، الله يبارك فيكم مقدما. يلا عاد ما ودي اطول عليكم اكثر من كذا، خلونا ندخل على الاقيام. خش معك فول بوست يا قرد. والله ما ادري شلون ذي هدف يا عيال، والله النمونة يسون. انتم سبايك يا اخي، كانت سهلة. والله مو بنت خوي، والله هبت، والله ترى الصدق الصدق يعني زبدة، والله انكم منورين. اوكي اسف اسف اسف. لوك نايس سيف، والله ما قصر، انكتم الحالة. اوكي هدف. حق. يا حبيبي انت. ان شاء الله انه عجبك الباس. وعذرنا القصور. حصل خير وانا اخوك، حصل خير. اسف، السلام عليكم. والله سوري انا. لا 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 اعطيتهم. رح 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 يا اخي، رح رح عنا عن. يا عيال والله اني وهاقت نفسي الصدق، والله اني بزر. نايس يا وحش. تروح تكفى. اوه يقلع شكله. نايس سبيد. والله ذا الجيم جميل. لا والله مو بجميل، قاعد يلعب 2v1 فيصل. لا يا اخي مالك داعي، والله انك زعلت، زعلتني والله يوم اخذت البوست. ما تعطيهم الكورة توهقني يا اخي. احل في 90، والله ما يستاهل يا عيال. ضيعنا ضيع، والله اني اثق يمدي يا طفل، والله انك بزر. لا والله اللي معي بياع، والله يبيع الجيم على طول، والله صدق كان جيم كويس بس انسين برو. يقول قهر طلع بزر بزر. ناط والله ناط، اقسم بالله ناط. يا والله سواليف ناط. لا باك فليب يا عيال، التبن انت لا تقول سوري، والله غلطتي الصدق. يا طحت على المرمى، شوف 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 سيارتي. ان شاء الله ان شاء الله ما يفوزون ان شاء الله. اخي اباهينك انت والله. روح شوف تجي في وجه الكوره. باسل انت ضف وجهك شوي. يا اخي لعبهم مستفز والله. تفهم والله كلنا مطفرين يا ساتر يا لعنك. والله ما عندي مشكلة يعني اتبرع لك بفلوس تروح تفحص فيها مخك يا مريض يا معتوه. ايش متيمين هذول؟ لا متيمين متيمين يا اخو، بس والله لعبهم غثى غثى. شوف من قلت السرعة كذا بدا يهج، والله مقصات السيارة ما تتحمل. والله كتمة، ودي افوز وتكسك والله يا ودي اختتمها ب. تعال تعال ما ناخذ البوست، امسك فيصل. ما يتفيك طبعا يجي صح؟ اشكرك يلا يلا منك منك، وخر لألفع وجهك منك. كيس لعب والله صدق غثى غثى. ديدي تركيز يا عيال. فيصل ما نبي تركيز خلاص.
يلا يا عيال المريض. يوه لمسها. يا عيال اقسم بالله حرام ذول يفوزون، والله قهر والله قهر. اقلع من الطرطية اللي قاعد تصير بالجيم. ابراهيم ذا جلدته جلد قبل البث، والله عيب لو اخسر ضده. اوكي حق كذا جوك ها؟ والله يا عيال بشخصن انا، والله لا شخصن. يعطيك العافية وجيه، شكرا. توكل على الله. لك لك. ما ادري اذا الدشات حقتي سوت شيء ولا لا. لا لا ما سوت شيء قهر. يبي ذا. وين وين وين؟ امسك. يا عمري والتشالنج يا شيخ. روح ادري ما معك بوست، مع خذ البوست وانطلق. توكل انت شوي، امسك. نايس ليتس جو. والله قلت بس ما قصر، والله سوى اللي عليه. والله قبع تقبيع، بس كويس انه ما صارت لكل فعل ردة فعل والكورة طارت الجهة الثانية. اها ضيعنا، والله ضيعت يا بس يعني لفيت كذا. لا سوى سلو كيكو في الطفل. طلع شكله يا قهر، والله ليتني مفجره. وات كيف ما بلكت له يا عيال؟ كورة في وجهي. هد هد انت لأسطر وجهك انت. اي مع جمب. عليه ما عليه. ليتس جو. تكفى عمري اشكر انه خلاها لي. ما اخذت البوست يا عيال. وينه؟ عمري يا شيخ، يا عمري يا عمري يا عمري. راح راح راح. كلنا حاتم الطائي. اوه سويت بك فليب يا عيال. طحت، اكره طيحه المرمى دي. الله ياخذها من طيحه. متوخر شوي. يلا يلا منك. يلا يلا نقاطك زي تاريخ ميلادي. 19 عمرك 3 سنين انت. يا اخي حركة الثعبان ذي مدنيها اللي يسار يمين كذا، ما شلون شلون شو دقيقة دقيقة كل راحت. والله اصقعه مع الموخذة. راح يقلعه. احا احا اللهم صل على محمد. شلون هذا بدا يرطم، بدا استعان بابليس والشياطين. قالوا افك رشوة رشني. يلا يلا منك انت منك. سمعي بوست. هذا كيف؟ كنت ابيها رست بس ما جت. تكف تكف انت بنت بنت. والله حرام والله حرام. اسوي سلو كيكو. والله العظيم عيب ذا التيس يفوز كذا، قاعد يلعب 2 في 1 كذا. اهانه اهانه يا اخي، شكله ما فيها 2100 اليوم. الله يقلع عم القهر. والله انا ما قهرني الا ابراهيم يوم فاز.
مرماك مرماك يا قرد مرماك يا تراني شخص معه يا لحد يدقك دك نيد 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 ايوه مع واحد قبعه مع واحد هدف ليت تزرف قواله كان بريفليب رهيب يا اخي كذا احس كانت حلوه يلا يلا منك تقلع يلا يلا منك منك بس دفيت الكوره حطيت المغناطيس حقت الرامبل والله قهر الطيحه يستخير والله تشوف انت اذا تسمعني يا فيصل من البث اكتب ايجوتيت كذا ورا بعض اي يسمعني هلا والله اليوم يا عيال بثنا برعايه ابكري فيصل ها روح امسك يقول اوكي لا نمزح يا اخوي شد شد انت بس وما عليك يا عيال والله العظيم ما ينفهم هذا والله انه مريض والله مريض كذا الله يشفيه يعني ويعافيه ولا يبلانا كل هالجمب ريست ولا جاه الجمب لا انا اسف والله لخمته اقسم بالله اسف في فيصل اذا تسمعني انا حمار انا بغل مع كامل احترامي لنفسي والله نكبته يا عيال العيب يا العيب الباس الله شوتاتك اللي تدرس لو غيرك مغطها للزاوية برجع ما ادري ايش موقعي بالعراب انا كذا داخل كذا مقلع يمدي اثق ما يمدي والله ما يمدي ولا وفوق هذا شو تسوي كذا بعدين ضغط كليك يا اخي اطلع ابوك لعبه يا بنت